السلام عليكم يا أصدقائي ومتابعي قناة عش الخفاش. وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 15 نوفمبر 2018، قول التاريخ باش الناس يعرفوا بان هذا الشيء جديد، انه ماشي ديال العام اللي فات ولا العام اللي قبل منه ولا لا. هذا صديق ديال ناجا من المانيا وفي الطياره نزل في اكادير. مني كان جاي من اكادير قبط الكار، ركب واحد شي ناس نقيين، ناس مزيانين، ناس محترمين، ما عندهم حتى شي مشكل، لا ما بين عليهم حتى شي حاجه. جايين في الطريق بقاو يهضروا معاه، تصاحبوا وتشاركوا الهضره وتشاركوا منين انت، هادي جبدوا البيستاش. سمعوا المهم، وانا جبدوا البيستاش كياكلوه كلهم، ماشي يعطاو لي غير هو كله. جبدوا البيستاش ذوقوه، دوك اش دايرين هما البيستاش اللي مزيان كياكلوه هما والبيستاش اللي فيه شي حاجه عطاو ليه. السيد ملي شرب ملي كلا البيستاش في اكادير ما فاق في الكار حتى للرباط، حتى ملي وصل للرباط الناس كيفيقوه باش نوضوا. مني وقف السيد فاق لقى راسو الساك ديالو داوه ليه بوراق وباسبور وبلاكارد ناسيونال ديالو، هو عايش في المانيا بفلوس وبكل شيء ليه الدولي. دابا حنا ديناه جبناه الطبيب ومشينا ودينا له ليزاناليز وكل شيء، والسيد باقي لحد الان دايخ. اذا انا هذا المساج علاش قلتو لكم؟ غير باش تنصحوا وليداتكم ولا خوتكم ولا عيالاتكم ولا الازواج ديالكم، الى ركبتوا في شي كار ولا في تران ولا في طياره ولا في اي بلاصه وعطاكم شي واحد شي حاجه تاكلوها ما تاخذوهاش. يمكن السيد يكون عنده حسن نيه، ولكن راه هادشي اللي شفنا السيد صاحبنا طرا ليه اليوم، راه كنصح جميع الاباء وجميع الامهات وجميع الاخوان وجميع الاخوات باش ينصحوا يعاود ينصحوا يعاود ينصحوا ولادهم وخوتهم وعيالاتهم وازواجهم وكل شيء وابائهم وامهاتهم، وياكم 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 تاخذوا شي واحد ما عندش شي حاجه ما كتعرفوش في الطريق، يا في كار يا في تران يا في طياره يا في طوبيس يا فاش المكان، بس اللي ما تاكلوش. راه شنو وقع للسيد وباقي لدابا حنا معاه كنتسناو التحليله، جات التحليله الاولى شويه مزيانه وكنتسناو التحليله الثانيه، ولكن السيد راه في واحد الحاله شغنقول لك، داو ليه كل شيء وخلاوه مسكين دايخ دايخ بمعنى الكلمه، انه ما تيبقاش تيقلت على راسه. الله يعطيكم الستر، الله يعطيكم الستر، الله يعطيكم الستر. الى ما هذا الميساج هذا انا قلت نقوله باش الناس تحظي، ها هي وسيله جديده للسرقه. الله يستر عليكم الى ما خذوا بعين الاعتبار هذا الميساج. انا هذا الميساج ما ندير به لا بز لا والو، انا اللي كيعرفني راه غادي يعرف الصوت ديالي، ولكن انا بغيت نصيفطو للناس كلهم باش الناس دير اتونسيون اتونسيون اتونسيون، راه كاينه اصابه. ها شنو كدير؟ الله يعطيكم الستر الى ما ردوا بالكم، ما تاكلوا حتى عند شي واحد، حتى واحد كيف ما بغى يكون. الله يستر عليكم وشكرا، وسمحوا لي على هذا الازعاج.